السلام عليكم، معكم خولة عباد، كنقرا في لافاك ايكونومي، كندير محتوى ديال الطاقة الإيجابية ومحتوى ديال الموتيفاسيون وباش الناس يديفلوبيو راسهم، خصوصيا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. كنحاول نبين لهم بأن الدنيا ما سامبليتي ديالها، الدنيا ما خاصكش تاخذها بحال ما بالعكس، خاصك تكون ديما صد رحيم وديما ضاحك وديما تعرف اشنو كدير وديما مثقف راسك وديما مقتنع ومآمن بان الله سبحانه وتعالى عمرك يعطي شي حاجه خايبه، وديما الواحد يديفلوبي راسو كما قلت لك، ما يتسنى حتى واحد يديفلوبي. انا اللي خلاني انا فيديوهات حيت كنت مع لونتو غاز ديالي بحال هكا ضحكة، وكيقولوا لي علاش قبل ما ديري فيديوهات في اليوتيوب، علاش ما ديري فيديوهات في الانستغرام. وثاني حاجه كنشوف هادشي قليل في السوشيال ميديا، هادشي قليل ديال الموتيفاسيون ديال الطاقه الايجابيه ديال شي حاجه عجيبه كنشوفو قليل، اكثريه ما كاينش. كما قلت لكم الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه ما كاين تنمر، كاين بزاف تهويج، ولكن ما يحطوش اعذار بزاف ويكملوا حياتهم وما يتلفتوش وراهم، يحدوا الهدف ديالهم ويزيدوا القدام وما غيكون غير الخير. وديما ارضى بداك الشيء اللي يعطيك الله، وعمرك ما تقول علاش ربي عطيتني هادشي، ولا ديما الحمد لله، وديما الواحد يشكر الله، وديما الواحد يقتنع بان الله قدرته كبيره ورحمته كبيره. كنبغيكم بزاف، وشكرا شكرا شكرا بزاف على السبورت، وقفتوا معايا وقفه ديال الرجال، وكنبغيكم وديما معكم ان شاء الله. غنشوفوا الجديد لا في المونتاج لا في المحتوى، وانا فيه يكون عندي جمهور بحال هذا.